بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل مشاهدينا مشاهدين قناة المواشي وقناة المواشي 2، ويلا معانا النهاردة أم شريف، وهنشوف مشكلة حصلت معاها في عجلة وهي هتحكي لنا هي. السلام عليكم أم شريف. إيه اللي حصل معاك بالظبط؟ حصل خدت عجلة النهاردة، بص لقيت في ربطها ميه وجاي حالي واحد من الشيل اسمه رجب. لو سمحت يا ام شريف علي صوتك شوي عشان المشاهد يكون سامع. خدت عجله النهارده وطلع في ربطها ميه، ورحت اوديها لواحد اسمه مشين وواحد اسمه رجب. تمام، ثواني يا حاجه، انت خدت العجله اللي في ربطها ميه دي ما قلبتهاش ليه؟ انت تاجره وفاهمه يعني. انا قلبتها بس خدتها يعني، قال لي ده ما فيهاش حاجه وشاريها في الضل. ده انا سامع عنك سامع كويس يا ام شريف، و وعدالك تقلبي التاجر بقلب حاجته يعني. هو يعني كله بجا. بس منه لله منه لله. فرحت برده له، قال لي ده انا شارع على كده، انا راخر وده عب شرعي، وكنت المفروض قلت له ده انا سالتك قلت ما فيهاش حاجه، فما رضاش ياخدها، حملها في عربيه وراح وداها. لا، اصول تجاره يا حاجه ان شاء الله هياخدها، لان هو ده عيب شرعي، و... وخلي بالك بعد كده يا حاج. ماشي، انا هوديها له كده كده، هعملها في عربيه واوديها. اسمه رجب ربيع. خلاص ما توصفيش اسم، ربنا يسترنا جميعا. طب في ايه اللي كان حصل معاك من سوقين كده؟ كنت سامع ان حصل معاك حاجه من سوقين برضو، كان عيب في حاجه كده. لا مفيش، ما كانش معاك انت؟ لا. خلاص ماشي، متشكرين يا ام شريف. شوفوا احنا في ارضيه سوق بسيون يا جماعه النهارده اهوت، والاصناف اللي هي بسم الله ما شاء الله عليها اهيت. خليط براونه يا جماعه، خليط براون واربع حلبات بسم الله ما شاء الله. احنا في ارضيه سوق بسيون يا جماعه النهارده اهوت، احنا دلوقتي اخر النهار، السوق دلوقتي خلاص كده، خلاص هو كده شطب. السلام عليكم. ممكن اتشرب بليس؟ اتشرب بالاسم بعد اذنك. طب بتشتروا يا جماعه؟ لا لا لا، الله يبارك لك يا عم. بس يا جماعه هو في دلوقتي معاهم اتمام بيع وشراء، فمش عارفين هم بيشتروا بايه حاليا، بس هم صنفين بسم الله ما شاء الله. انا سامع ان بيقول البراون دي يا جماعه هي 9500، 9500. تمام، السلام عليكم. احنا في ارضيه سوق بسيون يا جماعه اهوت، ومعانا عجل ذكر بسم الله ما شاء الله تقريبا عمر 9 شهور. السلام عليكم. الله وبركاته. اسم حضرتك ايه؟ محمد العاو. الحاج محمد العاو، منين حضرتك؟ روتيل بارود نكله العلم. احسن ناس. العجل ده معاك؟ معايا. اهو سعره كام والله؟ ب 14000. 14000 بسم الله ما شاء الله يا جماعه، اهي دي العجول اللي تتربى يا جماعه والله، بسم الله ما شاء الله. عجل اهوت بسم الله ما شاء الله. نبص برده على البطين اهوت، الاثنين مظبوطين ما فيهمش واحده ولا حاجه، العجل تمام اهوت ماشي يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ما فيش فتاك، عجل سليم من كله بسم الله ما شاء الله. عجل ابيض فاسمر يا جماعه، خليط فريزيان اهو، واللي هيتواصل هيتواصل مع الحاج محمد من ايتال بارود نكله العنب. تمام، بالله عليك اللي يتواصل معاك في قناه الموشي اليوم تعمل معاه واجب احلى واجب. رقم تليفون حضرتك؟
012 012 012 جيم 0 6 7 6 7 2 4 2 4 7 6 7 6 8 اي حد يتواصل معاكم بالله عليكم تعملوا معاه ايه؟ الله يبارك فيك. والله كل اشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.